إذا الكلمة مع المعلق سالم العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان وفي كل زمان، انطلاقاتنا مستمرة والتحديات مستمرة مع شوطنا أيضا العاشر في مجموعة الأشواط، وأول محطاتنا في بداية هذا الموسم على أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. متمني للجميع التوفيق والسداد والنجاح مباشرة مع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط وانطلاقة هذا الأشواط المتواجدة هناك مع المقدمة والصدارة بقيادة قزوة سالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي في مقدمة هذا الشوط. أما في المركز الثاني ألاحظ القدوم والتدخلات من الشاهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الواصل على المركز الثالث هناك التواجد ايضا من الاسماء المشاركه والمنطلقه في هذه اللحظات هنا مع حملوله عامر بن سالم بن علي العمري على المركز الثالث. رابع المراكز والقدوم هناك والتقدم من سبا غصن بن سعيد بن حميد المسلمي على المركز الخامس. هذه النتيجه وهذه النداء للخمسه المراكز الاولى والندائن الاول. اعود الى المركز الاول في مقدمه هذا الشوط اللي انطلقت منذ البداية وما زالت في الصدارة الشوط. الشاهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي من يتقدم في هذه اللحظات وما زال في المقدمة المركز الثاني. ثاني المراكز غزوة تبي تغزو على المركز الأول سالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي على المركز الثاني. ثالث المراكز وثالث المراكز والوصول من الشاهنية أيضا مع المركز الثالث المتدخلة في هذه اللحظات من الأسماء القادمة والمنطقة ايضا مرموقه. منصور بن ناصر بن علي الوهيبي ينطلق مع مرموقه على المركز الرابع. خامس المراكز والوصول والتقدم هناك من سبا قصر بن سعيد الوهيبي المنطلق في هذه اللحظات. الله الله الله، ال 500 متر الاخير يا اخواني، حرك حرك حرك، اللي يبي المقدمه يتقدم مع المركز الاول في مقدمه هذا الشوط. ما زالت الصداره مع الشاهنيه في المركز الاول وبقياده حمود بن علي بن سعيد الوهيبي ينطلق، ولكن ما شاء الله ارصد اللي فاجأتنا في الامتار الاخير. تدخلت هناك وقار سامي بالحمدي بن سالم الدرعي، هذه اللي انطلقت واندفعت نحو المركز الاول في الامتار الاخير. الدرعي 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 متألق في هذا الشوط بهذه الذلول العملاقة المشاركة في هذا الشوط، منطلقة نحو الناموس الى السرية السلام الى التحية هناك لتابع هذا الشعار الكبير، شعار ايضا وقار سامي بالحمدي بن سالم الدرعي. تهانينا والناموس المركز الثاني. كانت هناك مرموقه منصور بن ناصر الوهيبي المركز الثالث ايضا مع المركز الثالث شواهين مسعود بن ناصر بن سيف اليحمدي. هذه النتيجه على ثلاثه مراكزنا المتقدمه، تهانينا والناموس على هذا الابداع الجميل وابداع ايضا هناك ابداع الدرعي اللي قدم حتى الامتار الاخير. تهانينا والناموس لسامي بالحمدي بن سالم الدرعي.